بس في كتير ناس بتعرف تقرا وتكتب بس ما عم يستفيدوا من وضعهم كما يجب. يعني بشرفك، بعمرك قريت شي كتاب غير القرآن الكريم؟ نعم سيدي، أنا قريت ألف ليلة وليلة وحمزة البهلوان وتغريبة بني هلال والزير سالم، وقريت كمان الأميرة ذات الهمة سيدي. عين الله حولك وحواليك. هي مو قراية، هي تسلاي. ادخل. سلام تعظيم يا فندم. إذا حدا سأل عني أنا طلعت جولة. حاضر سيدي. عفت عفت أوراق مسيو بيكو فارت شوك معلومات خطيرة. إذا الحلفاء عملوا إنزال على الساحل السوري ممكن يصير ثورة ضد الأتراك. وسبب إتشن يجب على الدولة العليا أن تستفيد من أوراق مسيو بيكو ونضرب كل نفر ممكن يعاون الحلفاء. لازم اتخاذ الإجراءات الحاسمة. تشكرات خلوصي بي. تحياتي ماريو باشا. السلام على مولانا الباشا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أستاذ عبد الكريم، حضرتنا مشتاق لكم كثير. ألف الحمد لله على السلامة يا باشا، وألف ألف مبروك على انتصار الأسطول بموقع الجاليبولي، وعقبال الانتصار الكبير بإذن الله. تشكرات أستاذ عبد الكريم، تشكرات. أستاذ عبد الكريم أنا مبسوط منك كثير. رجال الخفي الشعك عقل يوك. لك أنا قلت لهم فتشوا منزل عبد الكريم جليل، راحوا حضرتهم فتشوا منزل أستاذ جليل عبد الكريم خليل. عقل يوك والله عقل يوك. أنا كنت متأكد أنه القصة كلها غلط بغلط. ولو الأستاذ عبد الكريم خليل مواطن شريف مخلص تمام الإخلاص للدولة العليا. أنا مبسوط منك كتير. هذا واجبنا يا باشا. شوكو زال أستاذ عبد الكريم، شوكو زال. أنا بريد منك بعض الاستشارات بخصوص حاجات ومحتاجات. أنا بخدمتكم وبخدمة الدولة العليا. شوكو زال شوكو زال. أستاذ عبد الكريم، سيز بلار سينيسكي وحضرتنا بيعرف أن موقف رجال الإصلاح السوريين داخل البلاد شوكوزا، لكن جماعات الإصلاح السوريين خارج البلاد عم يطالعوا بيانات هبسيلان ضد الدولة العليا. صدقني كل الإصلاحيين السوريين مع الدولة العليا يلي جوات البلاد واللي براتها، ونحن كلنا مؤمنين بالكلمة اللي قلتوها سيادتكم إن الشعبين العربي والتركي مقضي عليهما بالفناء في اللحظة التي يتخاذلان فيها. يوك أستاذ عبد الكريم يوك. الإصلاحيين السوريين في مصر كل يوم عم ينشروا تكاذيب وافتراءات ضد الدولة العليا. لا لا لا، هذا ما بيجوز منو. وإذا بتأمروا سيادتكم أنا مستعد سافر بنفسي لمصر أقنع الإصلاحيين بوقف حملاتهم ضد الدولة العليا. بس مصر تحت احتلال الإنكليز، كيف بتقدر انت تسافر؟ انتوا امروا سيادتكم وانا مستعد لاقي 100 طريقة سافر فيها لمصر. شوكو زال استاذ عبد الكريم، شوكو زال. تشكرات استاذ عبد الكريم، تشكرات. بالاذن معالي الباشا. Thank you.
ديننا أغلم، اطلب لي حسن أفندي من ديوان عليه. هذا صاحب الجمال باشا، واحد كهين بيعمل من دبس طحين. شو قصدك؟ من مال الله يا محسنين، من شان الله، الله يشحدك صحتك. يا سيدي طلع من حرب الترعة مهزوم، ومع هيك امر بتزيين الشام بالرايات وانوال الكهرباء، وعمل عرض عسكري طنار رنان وكأنه مطالع الزير من البيت. امال الله، حسن لله، الله يخلي لك اولادك يا افندي، الله يوفقك. يسلموا، الله يجبر بخاطره. حمدي ابو عجوي. ايه. يلي بياخذ ورق جريدته وخسكارها من جمال باشا. ايه شو بو؟ اليوم عم يقول لي انه الجيش الرابع ما انهزم، وان الموضوع كله عباره عن محاوله استطلاعيه للعدو. بعدين صاحبك الكهين جمال باشا عم يحضر جيش ماكي مشان يهاجم الترعة من جديد. مشان هيك هو نقل مقره العسكري على القدس. وفكرك كلام ابو عجوي هذا مزبوط؟ وحياتك على الغالي يا طاهر ما بعرف، بس اللي بعرفه منيح انه الباشا امر ببناء خط حديدي طوله بحدود 100 كيلومتر يوصل لبير السبع، وجاب له شجر صنوبر من لبنان. مهم، قلتك ليش بعت الدكتور ورانا؟ يا سيدي هلا بنعرف، ويا خبر بفلوس بكره ببلاش. مر عبد الكريم لعندي متنكر بزي حرمي، وقال لي انه رجال خفية ناكتين بيته نكت، وقال لي اذا ما اجى ورد خبر بيكون في شيء. قلتك بيكونوا عفطوه؟ معناها لازم بلغ الامير وبقيه الشباب. لهالسبب بالذات انا طلبتكم، خفت تدروا بالقصه وتتصرفوا هيك تصرف. نحن ما لازم ناتي باي حركه قبل ما ينجلي الموقف. اكيد هذا هو. هي رسالة من عبد الكريم عم يقول فيها انه المقابلة مع جمال باشا مضت على خير وكل شيء تمام، وبعدين في تحركات مو طبيعية بالبلد، فبلا ما تمشوا الليلة سوا وبلا ما نجتمع كمان بالبستان اليوم. الحمد لله على السلامة. أنا وين؟ أنت في مصر. مصر أم الدنيا. أهلا بيك من أهلك وحبايبك وخلانك. بسم الله الرحمن الرحيم. نظراً لثبوت تهمة خيانة الوطن والتعاون مع الفرنسيين الكفار لاحتلال هذا الإقليم الغالي من السلطنة العثمانية، فقد حكمت محكمة ديوان عليه العرفية على المدعو نخلة قشلان بالسجن المؤبد ونفيه إلى ديار بكر. هذا جزاء حي الأوطان، هذا جزاء عدو السلطان، هذا جزاء حليف الدشمن، هذا جزاء حي الأوطان. دخلك شو عامل هاد؟ المجرس رح ينفلي وما كنت تعرف شو عامل. لا وحياتك ما سمعت، أنا هلأ جيت. عم يقولوا إنه هذا خاين الأوطان وعدو السلطان. هذا جزاء عدو السلطان، هذا جزاء حي الأوطان، هذا جزاء حليف الدشمن، هذا جزاء عدو الأوطان. سلام تعظيم معالي الباشا.
قلبور يا عزيز. عفت عزيز عفت، مش يبارني الظاهر بدك شيء. بصراحة سيدنا، من كم يوم اجى عسكري من عنا من الضيعة وعم يخبرني انه الوالدة عم تموت من الجوع، فمشان هيك بدي اترجاكم سيدنا تعطوني مأزونية صغيرة بس مشان روح طعمية من فضلة خيركم. إذن استيور مزن وروح ورجع بس سيدنا. تقدر انت تروح وترجع في 5 أيام؟ نعم سيدنا. كورك مع عزيز. ممنونك سيدنا، إلهي يحميك وينصرك على عديك ويعطيك لحتى يرضيك. بالشفا إن شاء الله يا سيدي. أنا وين؟ أنا قلت لك قبل كده أنت في مصر بين أهلك وحبايبك وناسك. أنا وين متصاوب؟ يا ولدها بقى مش عارف أنت متصاب فين؟ قولي إيه اللي بيوجعك؟ جسمي كله بيوجعني. ما تقلقش سليمة إن شاء الله. I told you he would make it. It's a kind of miracle. That's true. But now he must start eating because he's very weak. اسمع عزت. نعم يا بيه. العيان ده لازم ياكل وعشان أمعاءه فاضية لازم يبتدي بالسوائل. دلوقتي تروح المطبخ وتجيب له سلطانية شوربة. أنت فاهم؟ حاضر يا بيه حاضر. الحمد لله. مع السلامة. الحمد لله انكتب لك عمر جديد يا عسل. دلوقتي ارتاح وانا هروح المطبخ اجيب لك احلى سلطانية شوربة في المستشفى كلها. من شي شهرين قبل ما نروح على حرب الترعة تركنا عندكم واحد اسمه اسماعيل الدرويش، كان مريض بالمراليا. ملاريا، اسم الملاريا. هلا المهم وين صارت أراضي؟ قلت لي شو اسمه؟ إسماعيل الدرويش. تذكرته بس ما بعرف وين صارت أراضي. ليكو أجا الدكتور، فوت سأل. عدم المؤاخذة دكتور. خير شو في؟ بدي أسألك عن عسكري اسمه إسماعيل الدرويش. شو بدك منه؟ لحنا بلديات يعني وحابب اني اشوفه. ايه روح اسال عنه بسكنة البرامكة عند الملازم عمر. سلام تعظيم مع علي الباشا. سيدي شو في؟ ما في شيء بس خلصت قصيدة جديدة. انت شباك اليوم الصباح شفت شوفي هزت بدني. شو هالشوفي هي؟ قدام السرايا كان في شب مثل قطفة الحباب عم يجرسوا. هذا جزاء حلف الدشمن، هذا جزاء عدو الأوطان، هذا جزاء خاين السلطان. واللي حارق قلبي سيدي انه ما فتحت امه بكلمه. اما شو شب اللهم صلي على النبي على شبوبيه. وما عرفت شو اسمه؟ اسمه سيدي نخلي اشلان، نخلي حردان، هيك شيء الله اعلم. هالكلاب جماعه الافتراق والتدني عم يحفروا قبرهم بايدهم. سيدي هالقصيده اللي كتبتها عن شو سيدي؟ هي كلمة سيدي طول ما في حدا الغيلية. حاضر سيدي. شو عم نحكي نحن؟ عفوا كلمة بتنقال سيدي. إذا هيك اسمع لك. الخمر من شفتيها والسحر من لحظيها والطيب من كفيها والورد من خديها. الله
الله يا سيدي. أنا القتيل المعنى بحب لميا مضنة، بمقلتيها سبتنا روحي فدا مقلتيها. قد أنهك الحب جسمي وقد برى الوجد عظمي، فأصل ذلي وسقمي والله من وجنتي. تمنعت في حماها عني وعز لقاها، بذا قضى أبواها ظلما وجرى عليها. قد علماها الجفاء وعوداها العداء، فقاطعتني الولاء وما أسأت إليه. يسلم الدم يا سيدي، يسلم الدم. بدي منك خدمة. أنت بتأمر. توصل هالقصيدة للميا. بس أنت مو قلت لي سيدي إنه أهلها ما وافقوا على الخطبة. هذا كله مو مهم هلا. تعرف طريق بيتهم ولا بدلك عليه؟ لا بتذكروا تقريبا سيدي. بطلع من هون على جسر الخازوق اللهم عافينا. بعدين أول طلع على اليمين، الدخل الثالثة اللي على الشمال بصير عند بيتهم. مو مزبوط سيدي؟ أنا ما بدي أتروح على بيتهم أكيد. لك هلا وين سيدي؟ بتروح بتوقف تحت شباك لميا وبتضلك واقف لحتى تشوفك. حاضر سيدي. عرف مع مين عم تحكي ولا؟ أنا الحارس الشخصي لكوماندان الجيش الرابع صاحب المعالي جمال باشا. والله بخلي ليلك نهار. الله أكبر، عراسي أنت صاحب المعالي، بس بأمر من صاحب المعالي ممنوع دخول أي إن كان إلا بأمر من قائد الموقع أو من صاحب المعالي ذات نفسه. فشو بتريد نعمل بحالي؟ كل الحكي هاد ما بيهمني، بدك تخلق لي إسماعيل الدرويش مثل ما الله خلاك. أهلين عزيز إسماعيل. أهلين إسماعيل. أهلين عزيز. ألف الحمد لله على السلامة. كيفك؟ الله يسلمك. إمتى رجعتوا؟ من كم يوم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يونس كيفه؟ يونس كيفه؟ ممكن يكون راح أسير. معقولة يكون راح أسير؟ أي معقولة وميت معقولة. في كتير بيروحوا أسرى وبيرجعوا على بيوتهم بعد ما تخلص الحرب. بس أنت قلت لي إنه القنابل كانت مثل زخ المطر، يعني مستحيل ينفذ. أملنا بالله كبير، لأنه الله قادر على كل شيء. إسماعيلو. بدي اقول لك شغله بس. بس شو؟ صراحه اسماعيلو انا مستعجل، وقصدك الموضوع بهمني كتير كتير كتير. خير شو الموضوع؟ انا اليوم مسافر على البلد. اكيد انت مجنون، نسيان انه الدوريات معبيه الطرقات. لك لا مالي رايح قريبه، معي مأزونيه. ايه حاجتك تجليط بقى، انا وياك بنعرف انه المأزونيات ممنوعه قطع بد. صحيح ما تواخذني، نسيت انك مدعوم وانك من جماعة صاحب المعالي. قلي لشوف شو الموضوع اللي قصدني فيه. اسماعيلو انا طالب ايد اختك مزنة. شو؟ بعرف بعرف الوقت ماله مناسب والدنيا قايمة قاعدة، بس الدنيا في حياة وموت. قلت لحالي يا ولد اتجوز بهالمأزونية، ما بتعرف شو بصير اذا متنا. منكون شفنا الدنيا قبل ما نموت، تركنا وحدة للوالدة تسليها، وإذا عشنا بنرجع للمرأة وللوالدة ويا دار ما دخلك شر. معك حق، ما حدا ضمناني عيش لبكرة. شراب الشاي برد، الدنيا مثل الشاي لازم تنشرب سخنة. بتروح على الضيعة وبتسلم لي على الوالد وتقول له إسماعيل موافق على جوازي بعلامة ما إنه هو اللي طلع بالقرعة. بس بترجاك ما تحكي له على اللي صار بيونس. ولا يهمك. ساي عزيز، شو اخبار الملازم احمد؟ الملازم احمد هلا بمعان عن جمال باشا الثالث. اوف، ليش كم جمال باشا في بهالبلد؟ ليش ما بتعرف؟ في ثلاث جمالات باشايات. جمال باشا الكبير بيكون معلمي قائد الفلق الرابع، وجمال باشا الصغير بيكون قائد الفلق الثاني، وجمال باشا الثالث بيكون قائد قوات حماية الخط الحديدي الحجازي بمعان، وصاحبنا هنيك عنده. تعالي اسماعيلو. الله معك يا عزيز، ما تنسى العلامة بعلامة اني طلعت بشو؟ بالقرعة. الله معك.
سيدي، مو هذا رشاش انجليزي؟ نعم. مو هذا نفس الرشاش اللي استخدموه الانجليز ضد جيش الاسلام؟ طبعا استخدموه. صحيح هو رشاش انجليزي وصنع دولة معادية، بس بيبقى رشاش ممتاز وفعله بالميدان مؤثر. كيف سيادتك بتمدح سلاح الاعداء اللي قتل المسلمين؟ قطعة السلاح بيحدد هويتها الانسان اللي بيستخدمها. صحيح هذا رشاش انجليزي، بس لما بيوقف وراء مقاتل عثماني بيصير هالرشاش الانجليزي يطلق النار على الانجليز نفسهم. بما انه في عنا عدد من هالرشاشات بدنا نتعلم كيف نستخدمها، وبالعلم وحده بنخلي سلاح الانجليز يطلق النار على الانجليز نفسهم. اذا بتفتشوا على سر انتصار اي جيش من الجيوش في اي معركه بيخوضها، راح تلاقوا انه السبب الجوهري هو الانضباط. الانضباط اولا، والانضباط ثانيا، والانضباط ثالثا ورابعا وخامسا. النقاش بتخلوه لبعدين، واذا بتلغوه بيكون افضل بكتير، لانه اصول الانضباط بتتطلب انك تسمع وتنفذ دون اي نقاش. مفهوم؟ مفهوم سيدنا. كويس. اذا هاد رشاش عثماني، صناعه انجليزيه، بيعطي كثافه نيران عاليه ومفعوله بالميدان مؤثر. كيفك اليوم؟ أهلين دكتور. الحمد لله. العافية إن شاء الله. الله يعافيك. لا الحمد لله، وضعك أحسن اليوم شايف. الحمد لله يا دكتور. لازمك شيء؟ سلامتك يا دكتور. إن شاء الله معافية يا رب. الله يعافيك. عفوا دكتور، في رسالة أجتك الصبح وترجاني كثير سلمك يا عم توصل. الدكتور عبد الله عطر الشام، انتظرني في مقهى الإماري الساعة 1 ظهرا لإطلاعك على أمر هام. فاعل خير. انت ما بتعرفني وانا ما بقدر اعرفك على حالي، بس مع هيك بترجاك تسمعني منيح. بعد ما خلص المؤتمر السوري بباريس من سنتين، تاكدوا الفرنساويين انه رجال الحركه الوطنيه بهالبلاد رايدين الاستقلال التام، وما هدفهم يبدلوا اسياد باسياد. لهيك صدرت برقيه من الميسيو بيشون وزير خارجيه فرنسا تعممت على كل القناص الفرنسا بالبلاد العثمانيه، وشاءت الظروف انه توقع نسخه من هالبرقيه بايدي بحكم عملي، فاحتفظت فيها. وبعد ما شفت تجريس الأستاذ نخلي غشلان اليوم الصبح، قلت من واجبي كابن عرب إني أطلع الوطنيين السوريين على البرقية، وأنا اخترتك من بين الكل لثقتي بوطنيتك وبحسن تقديرك للأمور. تفضل. أنا بالفرنسي ما كتير، شو بتقول هالبرقية؟ إلى جميع قناصل الجمهورية الفرنسية في البلاد العثمانية، تحقق لدينا أن الحركة الإصلاحية العربية قد انقلبت علينا، لذلك أظهروا أنكم تساعدونها لاكتساب قلوب الأهلين، وفي الخفاء اسعوا لقتلها. وزير الخارجية ميسيو بيشون، لازم تعرف أنه أنا بهالشي عم غامر بحياتي، بس أنتوا كمان عم تغامروا بحياتكم، فخذوا حذركم ولا تتكلوا أحد. طيب شو اللي بيضمن لي صحة هالكلام؟ بالسياسة يا حكيم ما حدا بيقدر يضمن لك شيء. خاطرك. الله معك.
أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري. أرى وجهك مغبرا، هل رأيت اليوم شرا؟ أراني أخوه الأعرج، قال شو بده ياخذ المكتوب؟ دعهم في ضلالهم يعمهون، فهم يضربون في حديد بارد. سيدي، هلا أهل خطيبتك ليش مو وافقين على الخطبة؟ شوف يا سمعو، كل الأديان خير وبركة، كل الأديان بتدعو للمحبة. بس في ناس عقولهم ضيقة بفسروا الدين على قد عقولهم. بس الحب اللي بيني وبين لميا أكبر من عقولهم. عفوا سيدي، عم تحكي عن الحب كأنه شغلة بترفع الراس. ليش مين الحمار اللي قال لك إنه الحب مو شغلة بترفع الراس؟ أنت ما بتسمع الشاعر القديم شو بيقول؟ لا عارف الحب إن الحب مكرمة، لكنه ربما أزرى بذي الخطر. شايفك بتحب شعر الغزل. اسمع هالبيتين اللي ببلوا القلب. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلم اللوم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن أكرم. شبك وضعك مو عاجبني اليوم، مكدر وشكلة. عفوا سيدي، أنا عم حاول إني ما أسرق منك فرحتك، بس ما عم يطلع بيدي. وغوشتني شو في؟ أخي يونس من اللي عبروا الترعة وما رجعوا سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش ما خبرتني لهلا؟ ما تواخذني، فرحتي بالمكتوب عمتني. عم يقولوا إنه الإنجليز أخذين أسرى كتير، إن شاء الله بيكون أسير. فار معلومات شك خطيرة عن احتمال تطور الأحداث. الحلفاء ممكن يعملوا إنزال في الساحل السوري. رجال الإصلاح العرب ممكن يعملوا تمرد ضد الدولة العليا. ونحن لازم الاعتماد على الذات. تشونكي الإمدادات التركية من داخل البلاد يوك. أوضاع الحرب في الدردنيل يستلزم كل القوات. شو بتشوفوا معاليكم؟ لازم إلقاء القبض على كل رجال الإصلاح العرب في نفس الوقت بكرة الصبح. بس يا مولانا، هيك عملية كبيرة بدها تحضير كتير، ومستحيل من هون لبكرة الصبح. مستحيل؟ طز في مستحيل. يا ريت تنفيذ والمالي. حاضر معالي الباشا. سلام تعظيم معالي الباشا. بس عفوا يا صاحب المعالي، شو بالنسبة لصديقكم عبد الكريم أفندي؟ أنت عقل يوك، ولك إذا ابن حضرتنا سمعان، إذا ابن حضرتنا اتآمر على الدولة العليا، حضرتنا بغرقه في البحر. بعدين حضرتنا ببكي عليه لأنه ابني. سلام تعظيم معالي الباشا. خلوني اقلع الفروة، راح اختنق. انت عزب ولا متجوز؟ متجوز. في عندك اولاد؟ لا ما في، بس في واحد على الطريق. خلوني اقلع الفروة وبعطيكم لكل واحد ليرة ذهب عثمانلي. كذاب، انت عندك ذهب عثمانلي؟ انا مخبي ليرتين ذهب عثمانلي. خلوني اقلع الفروة وبعطيكم ياهن. Thank you.
بعطيكم 10 ليرات إذا تركتوني أروح. لا ده أنت الحمد لله بقيت زي الفل. ودلوقتي يا سيدي حنشيل كل الغيار عشان جرحك الحمد لله خف خلاص. ايه رايك دلوقتي يا بطل؟ عزت انت وعدتني ترجيني الجرح. ما تقلقش هتشوف. انا هلا بدي اشوفه. يا سيدي قلت لك ما تقلقش هتشوف. انا هلا بدي اشوفه. شو هالكفر هاد؟ بعطيك ليرة ذهب أصملي بتعطيني رغيفين خبز شعير؟ بدي افهم وين رحتوا بالحنطة. صح النوم، عرفنا عيناً خاي. حنطة يا فهمان أخذوها الألمان. أخذوها الألمان ولا خبتوها أنتوا يا عديمين الإيمان؟ إلك أن هذا جوع ما عنده يا مرحميني. لا تروح. خلصت. اسمع سيدي، انت ما تغديت اليوم، كلك لقمتين وبعدين بنسمع. الدنيا مو هربانه. لا هالشعر ما بيطيب الا على الجوع. اذا كان هيك هات سمعنا سيدي. يا عرب لم هذا الجمود، يا عرب قد طال الرقود، يا عرب ان الدهر دار، أوطانكم أمست بوار، يا عرب من ود الفخار يمشي له مشي الأسود، يا عرب يا فخر الزمان إلى العلا آن الأوان، أوطانكم أرض الجنان أودى بها الخصم اللدود، يا عرب هبوا يا عرب هبوا فالرقاد قد هد أركان البلاد، يا عرب بالبيض الحداد نحيا وبالعلم نسود. شو ما عجبتك القصيدة؟ لا بالعكس سيدي، القصيدة عجبتني كثير يسلم تمك، بس كنت متوقع تسمعني قصيدة غزلية لأنه طول النهار عم تحكي لي على الآنسة لميا. معك حق، أنا لما بلشت القصيدة كانت غزلية. يا بدر لم هذا الجحود أضناني إخلاف الوعود، بس فجأة ما بعرف كيف انقلبت وطنية. طيب سيدي هلا إذا سمعتها الآنسة لميا ما بتزعل؟ بالعكس، لميا مهرة عربية أصيلة بتحب شعري الوطني أكثر بكثير من شعري الغزلي. هات لنشوف بقى شو في عندك بيتاكل. الله يا سيدي ما بخبي عليك، اليوم عملت طوشة وطوشة لأمن شقفة جبنة. شو هالخبز هاد؟ كأنه مخلوط من شارة الخشب. الله يديمها نعمة يا سيدي. ادخل. سلام تعظيم فهم. خير حسن، في شيء؟ بدي احكي معك كلمة عن الفرنسي. احكي احكي، اسماعيل منا وفينا. سيدي عم يحضروا حملة كبيرة لتوقيف كل الوطنيين العرب بكره الصبح، وأنا شفت اسمك واسم الدكتور والأستاذ عبد الكريم بالقائمة. لهيك أنا بشوف ممكن تفركوها بسرعة لشي مطرح، لأنه عم بيقولوا إنه جمال باشا أمر بتحضير المشان من هلا. طب لي أغراضي بسرعة. والمسدس كمان بينتو الشغلة فيها كسر عظم هالمرة. تحرك شباب. تفضل سيدي. ليش ما ضبيت الأمور بالشنطة؟ بالشنطة بيلفتوا مثلا هيك أحسن سيدي. طيب أنت ما بدك تضب أغراضها؟ أنا أغراضي مطلوبين على جسمي.
رح بستناك باخر الشارع اول دخله لي. حاضر، لا تتاخر. ايه ان شاء الله. سلام، مع السلامه. ايوه يا بطل، يلا ها، يلا يا يونس، يلا يا يونس. الدكاترة بيقولوا لو ما اكلتش هتموت يا يونس، عشان خاطر، عشان خاطر، يلا يلا يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. هيك منكون وقعنا بين فكين كماشي، العصمانيين من جهة والفرنساويين من جهة تانية. لا تؤاخذوني يا جماعة، أنا بظن إن الفرنساويين أصدقاء، ولو كان هدفهم القضاء على الحركة الإصلاحية ما كانوا سمحوا لنا نعقد المؤتمر السوري بباريس. سمحوا لنا نعقد مؤتمرنا بباريس حتى يحطونا تحت جناحهم، بس لما أحمد مختار بيهم قال لهم باسم المؤتمر إنه نحن منحترم الفرنساويين بس ما منرضى إنه يكونوا رؤساء علينا، انزعجوا. ينزعجوا شي ويتآمروا علينا شي تاني. بعدين يا أخي ما بصير نشرف الكلام هيك بدون أي دليل ملموس. كلامك من حيث المبدأ ما عليه غبار، بس مع هيك ما بخفيكم أنا توغوشت من هالقصة وحاسس بداخلية نفسي إنه لابد ما يكون إلها أساس من الصحة. طبعاً في إلها أساس. الفرنساويين بيعتقدوا إنه هن إلهن حقوق تاريخية ببلادنا. قبل شي سنتين نشرت جريدة الطان سلسلة مقالات بتحكي عن حقوق فرنسا التاريخية بسوريا ولبنان. أنا بظن إنه الفرنساويين ما احتلوا جزيرة أرواد إلا لتكون عتبة لاحتلال سوريا كلها. يا رجل شو هالحكي هاد؟ فعلا أنت بتبالغ مثل ما قال عبد الكريم. لا 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 لا، هالمرة ما عم يبالغ منوب. سموا بالرحمن يا جماعة، من يومين بس صرحت فرنسا بكل وضوح إننا لن نخوض هذه الحرب إلا من أجل تحرير الشعوب. يا لطيف يا طاهر، شو قلبك طيب؟ أنت مفكر هدول الناس مثلي ومثلك بيحكوا الشيء اللي بيعملوه؟ هدول الناس مثل الحرباية، ورجيني بختك، بيتلونوا بألف لون ولون، والهدف الأساسي عندهم إنهم يوصلوا للشيء اللي هن بالدنيا. كلامك مزبوط يا عمر، الاستعمار دائماً بيحكي عن حرية الشعوب حتى يغطي على تصرفاته، مثل لما الحرامي بيحكي دائماً عن الشرف والفضيلة. يا جماعة أنا بظن إن الفرنساوي ما منه خطر، الخطر الحقيقي جاي من العصملي، وهي عمر عم بيقول إنه جمال باشا أمر بتحضير المشانق. صار لنا 400 سنة نحن والعصملي عايشين إخوان، أنا بظن إنه هذا الحكي كله من إشاعات الحلفاء، لهيك أنا بخاطركم. لوين؟ على البيت. بترجاك يا عبد الكريم لا تنام اليوم بالبيت، على القليلة لبين ما يدوب التلج ويبان المرج. بصراحة أنا لاني شايف تلج ولاني شايف مرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله معك. يا ترى رجال خفية بيعرفوا إنه هالبستان إلكم؟ بيقولوا إنه رجال خفية ما بتخفى عليهم خافية. معناها لازم تتناوبوا على الحراسة وتكونوا جاهزين لأي طارئ. ليش أنت وين رايح كمان؟ عندي مريض بالبلد لازم شوفه. بس يا دكتور. ولا يهمك، إذا طلعت الإشاعة مظبوطة ما في قدامنا إلا مصر أو الحجاز، وإذا جت شي لا تنتظروني، أنا بدبر راسي. سوسولان أدبسيس كافر. مظبوط، أنا كنت أدبسيس كافر لما صدقتك وثقت فيك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبدي أنت شاب ما بتنعاد، بس العيبة بهالأيام السوداء اللي عايشينها.
بوس ايدك يا سيدي، اسمعني منيح. بوس ايدك سيدي، اسمعني منيح. انا ما حدا بعتني، واذا معالي الباشا دري رح يأذيني، رح يأذيك. العسكري انصرف. شو قصدك؟ قصدي انه كل العرب اخوان، ومثل ما في بدو كويسين كمان في حضر كويسين، واكبر اثبات على الشيء انه حضرتك ابن مدينه. جوعان؟ ما في واحد جوعان غيرك يا حيوان.